مرحبا للكل ومساء الخير للي بسوريا. بدنا اليوم نحكي عن موضوع هو صراحة موضوع جدل من أكثر من 1400 سنة. هذا الموضوع هو هل يسوع المسيح هو نفسه عيسى ابن مريم الموجود بالقرآن؟ هذا الموضوع ليه عم نطرحه اليوم بعد 1400 سنة؟ أول شيء لأنه مثار جدل كبير لحد هاللحظة، يعني حتى بالمواضيع اللي ما بتتعلق بيسوع المسيح بيفوتوا بعض الناس لحتى يسألوا عطول على الخاص وعلى العام، صلب أو شبه له، لا أنتوا صلبتوه، لا أنتوا طعنتوه، نحن منعرف المسيح أكثر منكم، نحن منحب المسيح أكثر منكم، إلى آخره من الكلام اللي بحاجة رد عميق. يعني ما فينا نضل نحن نتبادل كأديان وطوائف الشتائم وكل مين يكون غاصص بهالقصة صراحة. فلحتى اشرح عن الموضوع المفروض يكون في ادله وفي براهين، وبدي اطلب كمان منكم انتم اللي عم تشوفوني هلا لايف، اذا حدا عنده ادله وبراهين يحطها عن نفس الموضوع، ما تطلعوا برا الموضوع لو سمحتوا. اللي ما عنده ادله وبراهين وحابب يسمع، اذا مسيحي يفتح الكتاب المقدس، اذا مسلم يفتح القران وطابق مع الايات اللي رح اعطيها هلا، لانه لنتاكد سوا اذا اللي عم بقراه واللي عم قلكم اياه هو مزبوط او لا. بالنسبة أول شيء لهل المسيح يسوع المسيح هو عيسى ابن مريم. اليوم لما نحن عم نحكي عن شخص، أنا إذا بعرف شخص وأنت بتعرف هذا الشخص وحبيت أعرف إذا هو نفسه، فبقول لك مثلا أبو فلان، أمه فلانة، كان لابس كذا، اسمه كذا، في حال كان في اختلافات، ثلاث أربع اختلافات، خلص معناته مو هو، بقول لك معناته مو هو نفسه اللي عم بحكي عنه. في حال كان في اختلاف واحد بيكون القصه مشكوك بامر، انه اوكي هو نفسه اللي عم نحكي عنه، وانما ممكن يكون انا فايتني قصه او ملحوظه او فايتك لك مانك منتبه بالضبط شو كان لابس بهذاك التوقيت، صح او لا. لما بيكون الفروقات اكثر من خمس فروقات لحدود العشر فروقات، معناته الشخص كله مو نفسه اللي عم نحكي عنه، هيك المفروض نكون. فخلينا نشوف الفروقات بين يسوع المسيح وبين عيسى ابن مريم، قد ايه هن متطابقين مع بعض ليكون الشخصيه واحده، او هن شخصيه مختلفه تماما ليست اساسا يسوع المسيح. اول شيء خلينا ناخذ الاسم. بالقران الكريم مكتوب عيسى، اسمه عيسى. ف بيقول اذ قالت الملائكه بسوره ال عمران الايه 45، يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فهيك بيقول القرآن. خلينا نشوف عيسى من وين جابوا هذا الاسم. لو جينا نحن على يسوع اللي هو اسمه يسوع، لأنه بالإنجيل الآية أبدا بيقول ستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه، فالاسم واضح. يسوع شو بيقولوا الشيوخ المسلمين؟ بيقولوا يسوع هو إيسوس باليوناني، فإيسوس بالعربي هي عيسوس، فعيسوس صارت عيسى على وزن موسى، فحولوا من يسوع إلى عيسى. هذا كان تبرير، أحد تبرير الشيوخ المسلمين. في تبرير ثاني للحاقدين الكارهين للسيد المسيح، شو بيقولوا فيه؟ بيقولوا أنه سموه عيسو، اليهود سموا المسيح يسوع المسيح بعيسو. ليه؟ في طبعا كلكم تعرفوا أبناء يعقوب إسحاق، عفوا ابناء اسحاق يعقوب وعيسو، عيسو اللي باع البكوريه ببلاش، اللي هو مبغوض يعتبر بالعهد القديم، فعيسو على طول عند اليهود هو لقب للمبغوض، للشخص المبغوض او الملعون، فسموا المسيح بعيسو. فلما وصل لشبه الجزيره العربيه عيسو خلوه عيسى على نسق موسى. ما بعرف اي من هدول التبريرين ممكن انه حدا يعتمد، ولكن اللي بشوفه انه عيسى بعيد جدا عن يسوع. هلا بعطيكم ليش بعيد عن يسوع. فخلينا نروح على سورة آل عمران على السريع. شو بيقول؟ بيقول اذا قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. الفهم الاسلامي للمسيح انه المسيح اسمه، المسيح مو اسمه، المسيح هو اللقب، هو مثل ما محمد لقبه النبي، نفس الشيء يسوع لقبه المسيح. المسيح لقب، مانا اسم لحتى يلفظ على الشخص. فلما بالقرآن حاطين انه اسمه المسيح، فهني ما عرفانين تركيبة المسيح تماما،
بالنسبة للإنجيل خلينا نقول. فهي كمان بتساعد لحتى نفهم أكثر. اليوم في بعض الأخوة المسلمين بيكونوا عاتبين على المسيحية أنه هن بيقولوا عن الكتاب المقدس محرف والمسيحية ما بيعترفوا على القرآن. فخلينا نشوف الخلافات الجوهرية بس بدون ما نعمل مشاكل، خلافات جوهرية لحتى نحن بس نوعى شوي على بعضنا، نرحم بعضنا أكثر، إسلام ومسيحية، نفهم أنه الآخر ما إله ذنب. شوف الاختلافات اللي بتجبر كل شخص يضل متمسك بمعتقداته إلى النهاية. بس نحن رح نشوف هلأ هاي المعتقدات كيف جاي ومن وين جاي. فاسمه المسيح غلط لأنه اسمه يسوع، المسيح هو لقبه، هاي واحدة. عيسى ابن مريم، طيب الملاك لما ظهر لمريم، الملاك جبرائيل ظهر لمريم وقال لها يا مريم الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. عيسى ابن مريم، ليه يقول لها ابن مريم؟ هو عم يقول لها بكفي إلا الملاك يبشرك بابن منه اسمه عيسى، نقطة وانتهى. يعني أنا اليوم لما عم أقول لك رح الله يرزقك ولد اسمه مهند، نقطة وانتهى. بس بقول لك رح يرزقك ولد اسمه مهند مثلا حسن، ما أنت حسن اللي عم بحكي معك على سبيل المثال. ورغم هيك خلينا نطلع من قواعد اللغة العربية لحتى، بس أنا عم حاول أشرح لكم بدقة لأنه ممكن في ناس ما بتعرف شوي تفسفس الأمور بهاي الطريقة. الشغلة الثالثة بالنسبة للاسم، الملائكة لما قالت يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، فهون المسلمين بيعرفوا تماما إنه سيد المسيح هو كلمة الله، هذا الشيء اللي بيتوافقوا فيه مع الإنجيل، وهذا الشيء اللي هو مأخوذ من الإنجيل لأنه كلمة الله ما أنا مذكورة ولا بكتاب آخر إلا بالإنجيل. الإنجيل بلوقا الرسول الإصحاح الأول الآية 31 شو بيقول؟ بيقول الملاك لمريم ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب للأبد ولا يكون لملكه نهاية. فكان واضح بالنسبة للاسم، اسم عيسى. يعني حتى لو جربنا ندور بالكتب القديمة بالتوراة بالزبور متنبأ عن المسيح، ولكن أبدا غير متنبأ ولا بكتاب عن حدا اسمه عيسى على الإطلاق. فالسؤال اليوم للأخوة المسلمين، اليوم عم ينتشر الدين الإسلامي بكل دول العالم، فصار موجود بالغرب. الغرب اسم محمد هو اسم أعجمي بالنسبة لهم تماما، مثل ما اسم يسوع هو أعجمي بالنسبة للغة العربية. فاليوم إذا بأوروبا قالوا لكم مجموعة بيحبوا كتير النبي محمد عم يقولوا عنه اسمه مايك، ودايرين عم يبشروا بمايك والجنة اللي بيقدمها مايك، فهل بتقبلوا أنتوا هذا الحكي؟ لو بيحترموا كتير، لو بيحبوا كتير، لو بيعتنقوا الإسلام من قلبهم، بس هن ما عندهم، ما بيعرفوا يلفظوا حرف الإح، فبيقولوا عنه مايك، هل هذا الشيء مقبول لكم؟ كان بيكون هل بتشيلوا لهم اياها انه هن مؤمنين بالنبي محمد نفسه، ولا بدك تقول له لا وقف عندك، ما اسمه مايك، مين مايك هذا اللي جاي تقول لي عنه؟ انا بكره بقابل الله بمايك، انا بقابله بالنبي محمد اللي انا شفيعي، بس ما بقدر اقابله بمايك. نفس الشيء بالنسبه للمسيحيين، المسيحيين عندهم اسم يسوع المسيح، هذا اسم قوه، ما بتقدر تقول لهم عيسى، مين عيسى؟ عيسى بالنسبه لنا مثل سمير، مثل عادل، مثل سامر، اسم ولا له أي تأثير أو معنى بالإيمان ولا بالعقيدة. هلأ لنشوف معنى اسم عيسى باللغة العربية، ليه اختاروا هذا الاسم تحديدا. فبيقولوا طبعا هي أقاويل لما بتعملوا سيرش بتلاقوها، هل اسم عيسى هو فعلا إكرام؟ يعني عطول حتى المسلمين في نقطة جدل بين المسيحيين وبين المسلمين أنه نحن أكرمنا عيسى أكثر منكم، أنتوا أهنتوه نحن أكرمنا. فاليوم بدنا نشوف هل هالاسم مجرد اسم، إذا ما رح نفوت بولادته وخاتمته، هل هالاسم أكرم يسوع المسيح أم أهانه؟ بالراغب الأصفهاني بصفحة 596 بالطبعة الرابعة على دار القلم بيقول عيسى اسم علم يقال عنه بالعربية بعير أعيس، ناقة عيساء وجمعها عيس، وهي إبل بيض يعتري بياضها ظلمة. فهو اسم عيسى يطلق على الحيوانات، أو من العيس، العيس اللي هو بفتح العين وسكون الياء، وهو ماء الفحل، ماء الفحل ما في داعي أشرحها لايف نحن. فهل يعقل أنه اسم عيسى أكرم السيد المسيح أو أهانه؟ هذا السؤال بيبقى عندكم.
طيب هذا ابو زعبي الزعبي اللي عم يقول عرياني، بس خليني اعمل لك بلوك قبل ما ابلش، لانه يعني ما معقوله، ما عم ياخذ. نفدت، هلا بطلع بعمل لكم بلوك، بدكم تفهموا اللي عم ينحكى، ما تضل انت عينك بإدانة الاخر شو لابس شو عامل. انا قصدا بلبس هيك على فكره، قصدا لحتى ورجيك يعني عبر عن مكارم الاخلاق تبعك، هات ورجيني اياها بافعالك وبكلامك. للمشاهدين خذوا التعليقات على اليمين لحتى ما تتشوشوا باللي عم ينكتب، بس خلص لا فيكم تحضروها مع التعليقات بترجعوا بتحطوها. هلا معنى يسوع المسيح الحقيقي، طبعا هون قلت لكم قبل شوي بالراغب الاصفهاني، هو بيعني البعير الاعياس، الناقه العيساء، الابل، البيض، او من هو ماء الفحل، شيء جدا مقرف اسم، المعنى دلاله هالاسم بالنسبه للغه العربيه. بالنسبه ليسوع شو بتعني يسوع؟ يعني في كثير حتى مسلمين انه مين يسوع؟ شو بيعني يسوع؟ بيقول متى الرسول بالاصحاح الاول الايه 21، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم. فاذا يسوع بتعني المخلص، هذا معنى كلمة يسوع، فيسوع معناته هو مخلص الشعب من الخطايا، فيسوع بتعني مخلص. تغيير الاسم بيؤدي لتغيير المعنى، فبيعني بطلان قوة الاسم، هذا اللي خبرتكم عنه قبل شوي. لما نحن بنقول عيسى ولا سامر ولا ماهر، ما في الاسم ما فيه قوة، يسوع معناها المخلص، فبمجرد شلته انت شلت الشفاعة تبعه، شلت الخلاص وشلت الفداء. طيب اليوم لحتى كمان ما نكون عم نظلم، في مثلا شيوخ كتير حكوا معي بالقصة، قالوا لي انه يا ست ماجي القرآن ما بيقبل مصطلحات اعجمية، فأي اسم كان اعجمي نحن كنا نحوله للعربي، كانوا اجدادنا يحولوه للعربي لسهولة فهمه. فكمان لما جيت لدور بالقرآن على اسماء، يعني في عندكم بالصفحة 48 مكتوب ذكر إسماعيل واليسع، اليسع هو اسم من إلي شوع أو من أليشع، فاليسع ما أنا اسم عربي وتركته مثل ما هو، متروك مثل ما هو. جبريل، ميكال، عاد، إرم، لوط، إسحاق، طالوت، جالوت، المجوس، هاروت، ماروت، هدول كلها ما أنا أسماء عربية وبقيت مثل ما هي. إيش معنى يسوع اللي حبيتوا تحولوه لعيسى؟ هذا هي اول نقطه بالنسبه للاسم، اللي هو يعني هاي اول فرق بين يسوع المسيح وبين عيسى ابن مريم. خلينا نروح على مريم، الفرق الثاني. مريم بالقران شو بيقول عنها؟ بيقول خلينا نشوف اول شيء مكان ولادتها وين كان. فجاءها المخاض الى جذع نخله، إلى جذع النخلة، هيك بيقول بالقرآن الكريم، فجاءها المخاض إلى جذع النخلة. طب نحن اليوم عملوا سيرش، أنا بدي أفهم فلسطين، فلسطين قبل 2000 سنة، فلسطين أول شيء هي منطقة ساحلية، هي ما منطقة صحراوية، من وين النخيل بفلسطين؟ من وين شجر النخيل لحتى يكون موجود بفلسطين قبل 2000 سنة؟ فهذا أول خطأ يعني جغرافي وعلمي، إنه المنطقة الساحلية تشتهر بالليمون، بالحوامض، هذا النوع من المنتجات الزراعية، وأما النخيل، النخيل هو لا ينمو غير ببيئة صحراوية بحتة، ولا يزرع غير ببيئة صحراوية وحتى، إلا طبعا الاصطناعي أو اللي مضاف له مواد ليتأقلم مع تربة جديدة. فهي وحدة، رجعت دورت بدي أشوف أنا رد الإسلام على هذا الموضوع، لأنه اليوم ما بدي أعطي شيء، أنا ما بحب أعطي شيء حدا يقدر يرد عليه، بحب أعطيك شيء يكون هذا زبدة الكلام بعد أخذ ورد كتير مع عالم كتار. طلعت أنا على ردود الشيوخ المسلمين على هذا الموضوع، أنه فلسطين ما فيها نخيل، فهن شو مستعينين؟ مستعينين بيقول لك بالخروج والقضاة. رجعت للخروج والقضاة لشوف وين بفلسطين في نخيل، قال لك روح شوف مدينة النخيل بالخروج والقضاة. بالخروج والقضاة عم يحكوا الخروج، إذا بتروحوا بتدوروا خروج الإصحاح 2 الآية 15 وقضاة الإصحاح الأول الآية 16، شو بتلاقي؟ بتلاقي هاي صحراء مصر
صحراء مصر لما موسى كان موجود عند فرعون وهرب من لدن فرعون وراح على مديان، اتجوز صبية كان بيت حماه، عايشين بصحراء مديان اللي هي ممكن تكون صحراء سيناء، ما إلى علاقة بفلسطين وببيت لحم وبمكان ولادة يسوع المسيح، ولا هي نفسها مدينة النخيل اللي ممكن تقولوا إنها موجودة بفلسطين، وإنما بعد جرى هلأ بسنوات الماضية زراعة النخيل بفلسطين، لحتى اليوم إذا رحنا على فلسطين لنشوف بنلاقي موجود فيها نخيل. هذا الشيء اللي بيثبت إنه شفته كان فيها نخيل، بس هذا النخيل ما كان موجود قبل 2000 سنة. فأساسا العذراء مريم لما فاجأها المخاض ما كان في نخيل بفلسطين لحتى تركي ظهرها على تحت الشجرة. خلينا نشوف مين هي مريم، هل هي مريم العذراء نفسها اللي بيحكي عنها الإنجيل ولا مريم تانية؟ شو بيقول بآل عمران؟ فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. أخت هارون، طيب نحن بنروح على الإنجيل، مريم العذراء ما إلى ذكر لأي أخوة، لا صبيان ولا بنات. مين هارون الوارد بالكتاب المقدس؟ هارون هو أخو موسى. فمنروح منطلع نحن منروح نرجع على موسى لحتى نشوف مين موسى. والآية اللي بيقولها يا أخت هارون واردة بآل عمران، وبيقولوا مريم ابنة عمران. طب عنا نحن بالكتاب المقدس مكتوب مريم العذراء هي والدها اسمه يواقيم وأما حنة. يواقيم يعني يسوع حولتوها لعيسى، فهمنا يواقيم كيف تتحول لعمران؟ صعبة كتير، ما بتلبق ولا بتزبط يعني، ولا بأي لغة أنها تترجم بهاي الطريقة. فرجعت بدي أفهم مين عمران بالكتاب المقدس، بتفاجأ بالخروج الإصحاح السادس الآية 20، بالعدد الإصحاح 26 الآية 59، بتكون تشوفوا عمرام مو عمران، عمرام اللي هو مكتوب بهي الطريقة، أبناء يعقوب، يعقوب اللي هو إسرائيل، أبناء يعقوب في من بين أبنائه لاوي، لاوي ولد جرشون، قهات مراري، ابن قهات، قهات ولد يصهار، عمرام حبرون عزيئيل، عمرام ابن قهات اللي هو من أبناء يعقوب، عمرام ولد موسى، هارون ومريم. فمريم بنت عمرام، عمرام اللي جرى تحويله لعمران، هي مريم اخت هارون، مريم اخت هارون، هي مخلوقة كانت موجودة قبل 7000 سنة من مجيء المسيح. فمريم اخت هارون شو دخلها لحتى هي تكون نفسها اللي مولدة المسيح؟ هذا السؤال عم بعطيكم لحتى انا بدي اطلب اليوم من كل اخ مسلم انه هو يجاوبني، يشغل مخه، يسأل شيخه ويشوف الفروقات اللي هي فروقات تاريخية جوهرية جغرافية، لتفهم اليوم لما بتحكي عن شخصية مع أتباع هالشخصية بدك تكون يعني على الأقل ماشي معنا على نفس الخط، عم تحكوا بنفس الاتجاه عن نفس الشخص على الأقل. شو ردود الشيوخ على قصة هارون؟ بيقول لك لا، ما هو ما قصده أخته لزم من أمه وأبوه لما قال لمريم بالقرآن الكريم، هو قصده أنه هارون كونه عمل عيب بالزمنات، فأي حدا يهودي بيقولوا له يا أخو هارون يا أخت هارون. هذا الحكي مو صحيح، أول شيء لغويا وعربيا لما بدي أنعت حدا بوصف بيقول له يا بنت إبراهيم، سواء عاطل أو منيح، بيقولوا لك يا ابن إبراهيم، صحيح؟ بتقول نحن أبناء إبراهيم، ما بنقول نحن أخوة إبراهيم، بنقول نحن أبناء موسى، أبناء هارون، ما فيك تقول لأخته لهارون، هي وحدة. وخليني مرقة، خليني أقول يا أخي ممكن نحن ما كنا عايشين بهذاك الزمن قبل 1400 سنة، بركي كانوا لما بينعتوا حدا بصفة سلبية أو إيجابية يقولوا له يا أخو فلان. ولكن حتى الأب عمران أو عمران، فمن وين بيجي؟ طيب هاي الشغلة الثانية. هلأ الشغلة الثالثة اللي بتثبت انه كلام القرآن عن مريم اخت هارون وابنة عمرام مانو ابدا عن مريم العذراء والدة يسوع المسيح. شو بيقولوا بالقرآن؟ بيقولوا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فجاءها المخاض الى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. طيب اول شيء العذراء مريم تزوجت
زوجت شرعا وقانونا امام الناس من يوسف النجار المعروف عنه بالكتاب المقدس. هو بيعرف انه حبل مو منه، فلما كمل معه وتزوجها ما في داعي ان هي تحس بالعار امام الناس لما رح تنجب الطفل، لانه هي اساسا وهي حامل موجوده ببيت رجل اخر، وهذا الرجل الاخر امام الناس هو ابوه للطفل اللي هي حامل فيه، فما في داعي لانها تروح تنعزل بالصحراء. هذا عن عدا عن كتابات الانجيل المقدس حول انه كيف الملاك ظهر ليوسف وقال له المولود اللي حامل منه العذراء مريم ابن العلي يدعى، ولا تخاف انك تاخذها لبيتك، وغير البشاره اللي بشرها اياها لمريم العذراء بالاناجيل. طيب ليه مين مريم اذا اللي حاسه بالعار وانتبذت تحت شجره نخيل؟ روحوا على قصه موسى، موسى وهارون ومريم. هذا الإثبات الرابع أنه القرآن ما عم يحكي عن مريم العذراء، عم يحكي عن مريم أخت هارون ابنة عمرام اللي كانت عايشة بصحراء لما طلعوا من مصر صحراء سيناء، وكانوا عم يتغربوا بها الصحراء 40 سنة. لأنه إذا بنروح على العدد 12، خليني أفتحه ماني كاتبته، أوكي. مريم وهارون ينتقدان موسى. تكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها، لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية. طبعا هذا بحث ثاني، المرأة الكوشية، فتمسخروا، كانوا قاعدين مريم وهارون أخوة موسى عم يتمسخروا على أخوهم. فقالا: هل كلم الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضا؟ إنه عم يتمسخروا عليه، إنه شو مفتكر حاله هو الوحيد النبي اللي بيعمل اللي بده، ما نحن كمان بنحكي مع الله لما بدنا. فسمع الرب: وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. موسى ما بيفرق معه إذا هانوا وتمسخروا عليه، فرقت القصة مع الرب الإله أنهم يتمسخروا على نبيه. فقال الرب حالا لموسى وهارون ومريم: اخرجوا أنتم الثلاثة إلى خيمة الاجتماع. فخرجوا هم الثلاثة، فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم فخرجا كلاهما. فقال: اسمعا كلامي، إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا أستعلن له، في الحلم أكلمه، وأما عبدي موسى فليس هكذا، بل هو أمين في كل بيتي، فما إلى فم وعيانا أتكلم معه لا بالألغاز، وشبه الرب يعاين. فحط لهم حد أنه أنتوا أوكي بحكي معكم، وإنما أنتوا بحكي معكم بمنام برؤيا. هذا الفرق بين نبوة موسى وبين إخواته. فلماذا لا تخشيان أن تتكلما على عبد موسى؟ فحمي غضب الرب عليهما ومضى. فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة إذا مريم برصاء كالثلج، فضرب البرص مريم. البرص طبعا بالعهد القديم كان رمز للعنة، يعني كان الشخص اللي ربنا لعنه وبدهم إياه يطلعوه من القبيلة كان يضربه بالبرص كعلامة أمام باقي القبيلة أنه هذا الرجل ملعون أو نجس، حتى لأنه البرص له عندهم كان موجود طريقة للعلاج، وكيف بيطلعوه، كيف بيعزلوه، كيف بيرشوه، بيصلي عليه الكاهن، برد بيرجع بعد 7 أيام، طريقة طويلة. فالتفت هارون إلى مريم وإذا هي برصاء. فقال هارون لموسى: أسألك يا سيدي لا تجعل علينا الخطية التي حمقنا وأخطأنا بها، فلا تكن كالميت الذي يكون عند خروجه من رحم أمه قد أكل نصف لحمه. فصرخ موسى إلى الرب قائلا: اللهم اشفها. فالمين اللي علي العار؟ مريم أخت هارون. فقال الرب لموسى: ولو بثق أبوها بسقا في وجهها، أما كانت تخجل 7 أيام. أنه لو مو الرب اللي ضربها بالبرص، لو أبوها وبازق بوشها كانت رح تستحي قدام الناس 7 أيام. فلذلك 7 أيام تحجز خارج المحلة، فانحجزت بالصحراء، والصحراء أكيد في شجر نخيل خارج المحلة، وبعد ذلك ترجع لهم. ففعلا حجزت مريم خارج المحلة 7 أيام، ولم يرتحل الشعب حتى أرجعت مريم. فهون بنفهم مين مريم الذليلة اللي بين قوم ما إلى عين تشوفهم. فمريم الذليلة ما إلى عين تشوفهم هي مريم أختها. الأخوة المسلمين اللي بلا في كتير ضربون البرس يا زاك اللي عم يعلقوا انتو هيك على فكرة. لأقول لك شغلي، حتى المسلمين بتكرهون بتبعيتكم للإسلام،
لانه ما حدا بالعالم لما بيكون في نقاش عن دينه اللي انت المفروض متبنيه عن قناعه مو عن تجحيش القصه، فعن قناعه المفروض تناقش فيه، تجيب ايات تقول هي الايات. اما لما بتكون القصه عن تيسنه وقله ادب فبيكون ما عندك سلاح بايدك غير الشتائم، وبهالطريقه بتساعدني اكثر، بتخدم الفكره اللي عم اقولها اكثر، انه بالنتيجه في قله احترام عم تكون من طرفك انت. هاي بالنسبه لمريم. فهون هذا الدليل الثاني، اول دليل الاسم مختلف تماما، المعنى الاسم مختلف تماما وتركيبته. ثاني دليل امه طلعت مو هي مريم العذراء، غير مريم، يعني مريم ابنة يهوياقيم، غير مريم ابنة عمران او عمران، وغير اخت موسى وهارون. خلينا نروح لطفولة عيسى. طفولة عيسى نطق في المهد، نطق بالمهد. بنروح مندور على هذا الشيء، طبعا معجزات السيد المسيح معجزات كثيره بالانجيل، ما نغافل ولا معجزه منهم. طب ما نطق بالمهد، فعم نحكوا عن طفل اخر نطق بالمهد. عيسى القران نطق بالمهد، اما يسوع المسيح بالانجيل ما نطق، كانت ولادته طبيعيه مثله مثل باقي الاطفال، ولا ابدا ولا ابدا في شيء مختلف عنه. والادله كثيره منها دليل لما مريم العذراء لقته كان عمره 12 13 سنه بالهيكل، عم دوروا عليه كثير وافتكروه ضاع، وراح دورت عليه بعد مدري كم يوم لقته بالهيكل عم يحاجج الكهنه، فقالت له شو عم تعمل هون؟ قال مالي ولك يا امراه، انا ببيت ابي. فحفظت هذا الشيء بقلبها، لو هو حاكي من المهد وعم ياخذ ويعطي معه من المهد ما كانت بتقلق عليه، خلص هذا معروف هو اساسا شو اتجاهه وشو عم يعمل. هي ثالث فرق. رابع فرق، اذ قال الله يا عيسى، مكتوب بالقران الكريم، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا. هيك مكتوب. طب في المهدي قلنا ما بيكلم، هو ما نطق بالمهد، كهلا من وله الكهوله؟ السيد المسيح لما ارتفع الى السماء ارتفع بعمر 33 سنه، ما شاف كهوله اساسا، يعني ساته بعز الشباب. فعيسى القران تكلم بالمهد فضلا عن انه وصل لمرحله الكهوله اللي هي ممكن تكون 50 60 70 سنه ما بنعرف قد ايه. هي الشغله الثانيه، العفو الرابعه صارت. هلا معجزاته، خلينا نشوف معجزات عيسى شو عمل. وفق القران عيسى بيقول واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني. فاليوم لما بنطلع مين اللي خلق الطير، خلق طير، عمل من طين جبل من طين وعمل طير وطيره. طيب لو هي اعجوبه عمل السيد يسوع المسيح كانت بتنذكر بالانجيل، اعجوبه حلوه يعني، ما شيء الواحد يستحي فيه لحتى ما يذكروها، ما مذكوره ابدا، ما شفنا ولا قصه طير. وانما حبيت دور انا افهم مين اللي خلق طير، مين اللي اخذ طين وعمل منه طير. فلقينا كتاب يوناني، هذا الكتاب اليوناني اسمه توما الاسرائيلي. توما الاسرائيلي عم يحكي عن يسوع مثل ما هو بيتخيله. فقال لما بلغ يسوع 5 سنوات، كان عمره 5 سنين، وكان يلعب عند الجدول، فجمع المياه واخذ طينا وصنع 12 عصفورا، وكان السبت، فراحوا اشتكوا عليه الكهنه لانه عم يقوم الطفل اللي عمره 5 سنين يصنع شيء ممنوع عند اليهود يعملوا ولا اي نوع من الاعمال يوم السبت، فراحوا اشتكوا لامه قالوا تعي شوفي ابنك قاعد عم يعمل طيور، عم يصنع طيور من طين يوم السبت، وهذا الشيء ما بيحل العمل بالسبت. فهو قدامهم مسك الطيور ونفخ عليها وصارت الطيور حيه وطارت. هذا الشيء مذكور بكتاب يوناني، هي قصه الطير مذكوره الكتاب اليوناني لتوما الاسرائيلي. هذا الكتاب هو كتاب قبطي جرى تعريبه للغه العربيه، وهذا الشيء اللي ممكن نوعا ما يفسر، لانه انا لما عم بحكي شغله عم حاول ارجع لافهم النبي محمد كيف كتب هاي القصه، يعني كيف لحتى انذكرت هاي القصه. فكونه قبطي فهذا وارد انه تكون ماريا القبطيه هي اللي اخبرت الرسول محمد بقصه الطير المذكوره بالكتاب القبطي، فتمت ترجمتها للعربي ونسبت للسيد يسوع المسيح على انها بالنتيجه هي جزء من اعاجيبه. اوكي، فهي الاختلاف رقم 5 لحد اللحظه.
هلا اذا نحن بدنا نروح لنشوف شو ليش الاسم مهم عند المسيحيين، يعني هلا في مسيحيين طبعا بمرقوها، وحتى انا وحده منهم صراحه، لما بتقلي عيسى انا باخذ القلوب، يعني احتمال كثير كبير ما عم ياخذ، احتمال كثير كبير مثلا بيجي بفوتوا اخوه مسلمين كثير، نحن بنحب عيسى، نحن بنحترم عيسى، نحن اذا ما امنا بعيسى ما فينا نامن باي رسول ثاني، بفهمهم لانه قلبهم حلو، عم يحكوا بصدق نيه، ما قصدهم يشوهوا الاسم، هيك استلموا الاسم هن، بحبوه كثير ما قصدهم فيه تشويه. ولكن لحتى تعرفوا ليه ما بيقدروا المسيحيين يجاروكم بهذا الاسم ومين هو يسوع اللي على طول بتفوتوا كثير انه مثلا مين يسوع مين يسوع، باختصار بالكتاب المقدس بعد صلب الرب يسوع المسيح وموته وقيامته من الأموات باليوم الثالث، اليهود حرموا على تلاميذه لفظ هذا الاسم، هذا الاسم عكر حياة اليهود لمئات السنين، فكان ممنوع ومحرم ويقتل ويصلب ويقطع ويرمى للكلاب ويرمى للأسود ويحرق، كل مين يلفظ اسم يسوع المسيح، هالقد في رعب كان على اليهود من هذا الاسم. فتغيير الاسم هذا الشيء بيخدم اليهود، هاي اولا. ثاني شيء، ابليس وقوات الشر والشياطين تخرج وترتعب عند ذكر هذا الاسم. بيقول ليس باحد غيره الخلاص، مكتوب هذا الشيء باعمال الرسل الايه 4 الاصحاح الرابع الايه 12، ليس باحد غيره الخلاص، لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، ليس اسم آخر. فاليوم في كتير بفوت، امبارح فات أخ مسلم هو كان سبب على فكرة هذا اللايف، شو قال لي؟ قال لي هلأ عيسى بيقدر يخلص فلانة ما بعرف من شو؟ قلت له عيسى ما بيقدر يخلص، فتفاجأ هو، عيسى ما بيقدر يعمل شيء، عيسى مثله مثل زاك، مثله مثل زكريا، مثله مثل الناس اللي عم تحط تعليقات هلأ، ما بيقدروا يخلصوا، دوبهم يخلصوا حالهم كأشخاص على الأرض، يسوع المسيح اللي بيقدر يخلص. يعني اليوم أنا لما بصلي لربنا، وطبعا هي بدي أدعي أنا دعوة اليوم لكل الأخوة اللي عم يشوفوني يجربوها، مسيحيين وغير مسيحيين، لما بيكون عندك طلب أنت ماشي، أنت بدك تطلب طلب، عندك شفاء، مرض، بحاجة عمل، أي نوع من الطلبات الأرضية البحتة، استعمل الاسم، جرب استعمل الاسم بس بإيمان، جرب توجه لله وقل له بدي هذا الغرض باسم يسوع المسيح وانا واثق انك بتعطيني، في حال طلبك هي هذا تحدي وشرط على العام امام الملايين، في حال طلبك ما تمت الاستجابه له تعا واجهني اللي انت كذابه. هالقد اسم يسوع المسيح لا يخيب امام عرش الله الاب. فاليوم لما بدك تجي تغيره تعمله عيسى، تعمله سمير، تعمله توفيق، هدول الأسماء ما بينجوني، ما بيخلصوني، ما بيحققوا لي طلباتي، ما بيساعدوني، ما بيتشفعوا لي، شو كيف بدي ألفظهم؟ هلأ في شغلة قبل شوي كتب كمان أخ ذكر شغلة وهي مذكورة فعلا بالقرآن، بيقول لك إنه القرآن قد ما كرم عيسى خلى اسمه ينذكر 25 مرة، ماشي؟ اسم مريم مذكور ب 34 آية، بينما النبي محمد اللي هو القرآن لإله هو رسول الله مذكور اسمه بس 4 مرات. فبيقول لك شو؟ بيقول لك تعالوا شوفوا قديش تكرم عيسى اللي هو المسيح عندهم بالقرآن بذكر اسمه 25 مرة أكثر من محمد اللي هو 4 مرات. فببساطة دور على كلمة الشيطان والشياطين بالقرآن بتلاقي مذكور اسمه 88 مرة، فهل ذكر العدد، هل تكرار الاسم بيعني تشريفه وتكريمه؟ كان هذا الشيء بيكون معناته الشيطان أكثر شيء مكرم، صح أو لا؟ فإذا تكرار الاسم ما له علاقة بتشريف وتكريم الإنسان المذكور. الخلاصة، نحن في عنا طلع هلأ كشوفوا كم فرق، في عنا الاسم غير، في عنا الأم غير، نسب الأم غير، مكان الولادة غير، طفولته مختلفة، كهولته وعمره بالكهولة مختلف، معجزاته مختلفة. طبعا ما بدنا نتطرق كمان لصعوده للرب الاله اللي عند المسلمين بيقولوا صعد بدون موت بدون صلب واختطفه الله الاب، هي سبعه. في شغله بدي اتطرق لها بس هي كثير عقيد، يعني بصلب العقيده ما كنت حابه افوت فيها. اليوم
بتقول انت انه القرآن كرم عيسى او المسيح بيرفعه مباشرة للسماء بدون تعريض ولا الصلب ولا الإهانة ولا الضرب ولا الرجم، بينما المسيحيين قبلوا عليه انه ينصلب وغيره. فاليوم السؤال بيكون اي منهم اللي ممكن يكون بنظرك يستحق ان يتبع، النبي اللي بيتخلى عن رعيته وقت الجد، ولا اللي بيموت كرماله؟ فلو كان المسيح اجى وقت الصلب تبعه اجى قال لهم لا يا جماعة انا صحيح كنت عم قلكم كيف بتكونوا كيف بتحاربوا وضربنا بالهيكل وعملنا وساوينا وجينا نعطيكم حرية وابناء الله، بس لا كل شيء لحدا يضرني، يلا انا رح احط شبهي على حدا تاني ورح اختفي، انا اسف ما بتحمل ولا كف اعذروني. هل كان هذا النبي يستحق التبعية او الاتباع؟ انا اول وحدة ما كنت بتبعه ابدا صراحة، لانه كان مثله مثلي انا وقت الجد ممكن افركها واهرب مثلا، صح؟ فهي وحدة. الشغلة الثانية بالنسبة لهذا الموضوع ما بدي فوت فيه كثير وعميق، بنفس القرآن مكتوب السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، فهذا دليل على الموت. قبل شوي كمان فاتوا يعني إخوة مسلمين عم يجادلوا بالقصة، بتمنى الجدل يكون منطقي أقدر أفهمه. أنا حتى الإنجيل على فكرة انتبهوا قليل ما أعمل شغلات عن المسلمين غير إذا هن طلبوا، حتى الإنجيل أنا بعالج فيه كتير وبفاتش حتى الكهنة، يعني لا تفتكروا هالقصة والله طائفية عم تحربنا أبدا، أنا إنسان بحب شغل مخي بكل الأديان لحتى بالأخير نقي اللي بيعجبني. هي ببساطة أنا ما بتبع دين تبعية عمياء مين ما كان هذا الدين. فبالقرآن مذكورة يوم أموت ويوم أبعث حيا، فإذا هو مات بيقول لك لا بده يرجع يموت، هلا بكره بده يرجع يقتل الخنزير، ما بعرف أي خنزير اللي بده يقتله لهلا، يعني هو خنزير واحد موجود كان من قبل 2000 سنة لهلا ناطره لا يقتله الخنزير بده يقتله، وشو كمان بده يعمل؟ وبده يكسر الصليب، الصليب اللي انصلب عليه الرب يمكن مكسور من زمان وأكل الدود له 2000 سنة، الخشبتين اللي انصلب عليهم، فما بعرف اي صليب بده يكسر كمان، والاهم انه مكتوب يموت، فبيقول لك لا راجع يعمل هدول ويموت، بيعتنق الاسلام ويموت، يعني هلا عاش 2000 سنه، 2000 سنه ما بعرف ما حدا بيعرف وين موجود بالجسد، بده يرجع ليموت ويرجع بعدها يقوم؟ هل وارد هذا الحكي مخليه الله عنده 2000 سنه ليرجع يموته؟ بكل الاحوال انت اصطفن شو بتقتنع؟ انا هي الروايه صراحه كثير سوبرمان ما بتقنعني. اليوم بالنهاية قبل ما أخلص لحتى تفهم تماما القصة قديش بتطعن وبتجرح، اليوم أنا آسفة إذا شي كلمة من كلامي احتمال تكون ضايقت حدا، بس أنا متأكدة ما ضايقت غير كل واحد بلا مخ، لأنه اللي عنده مخه بفكر بيكون هلأ عم يبحث على طريقة يجاوب بطريقة عقلية بطريقة علمية وبطريقة كتابية ليقنع فيها، أما فقط اللي مسكر مخهم اللي مجرورين من رقبتهم كالقطيع هدول موجودين بكل الأديان بالإسلام وبالمسيحية، هدول ما بيتناقشوا ما عندهم سلاح يناقش فيه، لأنه هني أساساً ما نون مليئين لا بالكلمة ولا بالمعرفة، فما عندهم غير المسبات والتهجم ونعت الأوصاف وغير والهيجان اللي بيعملوا. اليوم أنت كمسلم لنفرض بالصين، خلينا نقول هلأ بالصين حبوا كثير النبي محمد ماشي، راح قال لك فجأة طبعوا لنفرض قرآن لإلهم وما بيفهموا لغة عربية وصعب عليهم يلفظوا اللغة العربية، فطبعوا كتاب لإلهم وعم يبشروا بنبي اسمه ميدو، دايرين النبي ميدو النبي ميدو، النبي خلق بالصين لما قرايبينه بالصين نبذوه راح على اليابان، النبي ميدو عم يحكوا لك عم يحكوا قصته للعالم، النبي ميدو لما كان صغير امه عانت كثير وتزوجته بعد وفاه ابوه باربع سنين، هذا كمان من معجزات واعجاز الكتاب تبع النبي ميدو. لو نرجع بنحكي بعد شوي لما الصينيه بيجوا بيقولوا مثلا النبي ميدو ركب على حصان مجنح او وات ايفر اسمه وطار بهذا الحصان المجنح وطلع على القمر وشق القمر نصين، يعني النبي ميدو انت كمسلم شو بتجي بتقول لهم؟ بتقول له وقف عندك يا حبيبي وقف عندك، شوهت النبي وشوهت النبوه وشوهت القران. لو كان عم يحكي نفس الكلام، لو الاحاديث متشابهه ومشتركه بنسبه 50-60% الاسم غير، بدك تقول له وقف عندك، لا اسم امه مثلا لنقول سموها هامنه لنفرض لحتى تركب معهم، لا اسم امه صح ولا اسم ابوه صح ولا هيك صار معه ولا الاحداث بتصير هيك، ولا لك حق انت تغير، انت بتقبله مثل ما هو باسمه وبكل شيء فيه او بترفضه مثل ما هو، فطبيعي هون تحس بالاهانه، ما فيك تفرح انه والله
هذا الشخص اعتنق ديننا، لا بتكون غبي. ما بهم العدد عند اعتناق الأديان قد ما بهم المضمون والمحور تبعه كيف. هاي بالنسبة لهذا الشيء اللي عملت عنه بحث، هاي المطابقة بالآيات وبالإثباتات والأدلة أنه يسوع المسيح هو حدا آخر. طب اليوم بده يجي حدا يقول شو قصدك؟ باختصار، إما عيسى القرآن هو حدا تاني، شخصية تانية مختلفة تماما عن يسوع المسيح ومذكورة عنا، ومع توارد الأجيال وبعد المسافات بين شبه الجزيرة العربية ابتعادا عن باقي المناطق اللي انتشرت فيها المسيحية، وصلت لهم الفكرة بهالاسم بهالطريقة وانكتب عن شخص بعدين تحول انه ايه هذا نفسه يسوع المسيح، او الطريقة الثانية اللي هي المعلومات اللي اجت معلومات مرتبكة، يعني المعلومات اللي جابوها اللي راحوا على شبه الجزيرة العربية خلطوا بين اخته لهارون وبين ابنة يواقيم، بين يسوع وبين عيسى او يشوع اللي كان موجود قبله وعمل كمان اضطرابات وعمل فتن بين الناس. فكثرة القصص، الطير اللي جابوه من الاقباط على ما بعرف شو قالت لهم يا ماريا القبطية، على راهب بحيرة قال كم قصة وكم كلمة، فطلعت الخليط انسان شبيه بيسوع المسيح ببعض التفاصيل، امه شبيهة بمريم بعض التفاصيل، ولكن القصص المهمة اللي هي النسب كتير مهم عند العرب، فمن الصعوبة انه هن يلعبوا بالنسب لحدا، فالنسب غلط، الاسم غلط، التاريخ غلط، الولادة غلط، الموت غلط، فكله غلط. فأنا أفضل أنه نحن اختصارا مشان ما نتهم اتهامات، أنا ما بحب لأنه التهجم على الأديان الأخرى أو طعن بكتب حدا بيؤمن فيها، لأنه مثل ما أنا بحترم كتابي بحترم الكتب الثانية لهالسبب، بقول القرآن الكريم لأنه خلص هذا الشيء اللي بيرضي أتباعه احتراما لأتباعه، ولكن كلمة الحق بدها تنقال. عيسى ابن مريم ابدا على الاطلاق مو هو يسوع المسيح، عيسى ابن مريم شخصيه وهميه غير موجوده الا بالقران الكريم، مختلف عن يسوع المسيح الذي به ينبغي ان نخلص. ماشي، حدا عنده اي سؤال غير المسبات اللي ما راح اقراها؟ ومسباتكم بتفرحني لانه قد ايه وجعتك، قد ايه طعنتك بمقتل لحتى ترد بمسبات. فلما ما بنسب صراحه وانا متوجهه عم بحكي بالعربي معناتها حكي مثل قلته كوني ما عم بنسب. مصطفى، بنبقى بنعمل شيء للملحدين وللعلمانيين؟ هلا عم نحكي عن شيء محدد، ما بتآمن بكل القصص على بعضها، انت حر، نحن عم نحكي على شيء معين. حدا عنده سؤال قبل ما اسكر؟ لانه اوقات بتكتبوا اسئله وما بيكون في وقت رد لا على العام ولا على الخاص. بالنسبة لموضوع الختان، بمرات تانية إذا تم التصويت له، لهلأ عم يطلع النسبة يعني بهذا اللايف اللي صار إنه النسبة كانت 59% للفرق بين يسوع المسيح وعيسى ابن مريم و 41% للختان، ممكن بغير دولة بغير مرة. فادي عم يسأل أنت ما فهمت السؤال. أعادوا صياغة التوراة لأنهم لم يفهموها عدة مرات، لذلك تجد عدة نسخ وإصحاحات. هذا دليلك يا أنوار، اليوم أي شيء بتقولوه لأقدر جاوبك عليه، هذا دليلك اللي تعيشوه فيه. اليوم لما بدك تيجي تقول لنفرض الإنجيل محرف، أوكي على عيني وراسي هذا الكلام، أنا معك بدي أمشي فيه، أعطيني الأصلي اللي أنت قارنته وطلع معك هذا محرف، لحتى وقتها يكون في عنا أرضية عم نحكي فيها سوا. أما إذا بجي اليوم أنا بقول لك قرآنك محرف، بدك تقول لي هاتي دليلك، صح أو لا؟ فلا تحطوا حالكم بمواقف غلط، فاعطونا البينة على من ادعى، ادعيت قصة هاد دليلك فيها. كمان رح اخذ بس سؤالين وسكر. بسورة المائدة 47 بتقول وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه. ما قريتها. كمان اذا انا بعرف كثير اخوه المسلمين بيقولوا لي على طول انه موسى لهم يرجعوا لاهل الذكر او لاهل الكتاب او للي سبقوهم من الاديان الاخرى، ولكن هن بفضلوا على طول يعني القمع للدين الاخر، وهذا ملحق فيه على المسلمين كشعوب صراحه. شيوخ المسلمين اللي في منهم نسبه كبيره طائفيين، عنصريين، قتالين، كذابين، فهدول ما بيعرف يبني دينه، ما بيعرف يدعي لدينه غير بالطعن بالأديان الأخرى. يعني اليوم
انا على فكره ما بدعي للدين المسيحي، بكون تعرفوا هي شغله كثير منيح، وانتم بتعرفوا تماما العدد اللي بفوت على الخاص اللي بدي اتعمد، وبقول له اسفه انا ما بعرف حدا يعمدك، لسبب انا ما عندي دعوه تبشير. ربنا ما هو ضعيف، ربنا لما بده يجيب اي حدا قادر هو يدعيك، انا ما بحل محله لحتى ادعي حدا، ولكن مهم جدا كاعلاميه اني لما بتفوت تسالني بعد اعرف رد لك بطريقه اكاديميه، ما اطلع برا القصه واعمل حالي ملحده واعمل وانا علمانيه ما دخلني صراحه فيكم انتم فولجير جماعه الاديان عرفت؟ فلا بدي جاوبك بطريقه تقدر تفهمها وتكون صحيحه. حماده بدك تطلع معي ماسنجر مع مثل ما اعطيت فرصه للقص الساحر، بدك تقول لي شو بتشتغل شو بتعمل، لانه اليوم تخيل انا مثلا دول عم يسبوني بشرفي، فجاه افتح كاميرا الاقي واحد منهم شالح مثلا وحابب يعمل لي سربرايز، انا لايف ما بيمشي الحال هيك. فبدك تبعث لي على الخاص بتقول لي شو اسمك شو بتشتغل شو عمرك مين انت شو دراستك سواء دينيه او غير دراسه، بعدها بطلعك تكرم عينك. كلمة للي عم يشتموا ما بوجه لهم شيء، قلت لك بفرحوني يا كريستين، بفرحوني اللي بيشتموا لأنه بيثبتوا صحة كلامي. اليوم لما أنت بتتبعي دين، أنا مثلا اليوم كماجي إذا بقعد مع أي شيخ ولا ممكن سبه، بكون ضعيفة الحجة، ما عندي حجة، مقهورة متاكلة وما قدراني أغير ديني فبسبه، هدول خلص ما يعني ما عندهم حجة أبدا، فأنا بالعكس بشفق عليهم. صعب جدا حدا يتبع دين ما أنه مقتنع فيه وما بيقدر يطلع منه بسبب الحد الردة بيقتل، فما عنده سلاح غير يتهجم على اللي عم يحاول يفتح له عيونه ويقول له هيك صح وهيك غلط. نفس الشيء بالمسيحية، اليوم إذا بحكي عن الأصنام مثلا بيقوموا الله الله علي على سبيل المثال، فنفس الشيء ما عندهم حجة يردوا علي، ما عندهم حجة كتابية، فبفوتوا ليسبوني لإلي ليوصفوني بصفات. كيف تقتنعي انه الاله يصلب ويموت؟ الاله الرب الاله او الاله الاب شيء، واللي صلب يسوع المسيح حدا تاني وشيء اخر، هذا شرح طويل وعميق ببقى بعمل عنه شيء، بس كون جاهزه بالاثباتات. بقيان واحد بس، اي حلو سؤال جوان ابو اسكندر عم يقول هل مكتوب بالانجيل انا يسوع الرب واعبدوني؟ بالنسبه ليسوع المسيح كان متواضع بطريقه لدرجه قال من ضربك على خدك الايمن ادر له الاخر، مع انه مانو جبان. لا تنسى انه هو ضرب الباعه لما حاولوا يتاجروا بالهيكل، شلح لقشاط الصوت وضربهم فيه، هذا الشيء لا يجرؤ حدا انه يعمله بهيكل اليهود، كان من اتباع اليهود فعل في عليه احكام، والى طعن باليهود وبشريعتهم وبطقوسهم وباعمالهم امامهم عين لعين، فهذا كان انسان ما له جبان، وانما هالدرجه كان متواضع ومحب. شو علم العالم؟ علم تلاميذه شغله، قال لهم بس يعزموكم على عرس او على وليمه اوعكم تروحوا تقعدوا بالصف الاول، لحتى ما تنخجلوا، ممكن يجي صاحب العزيمه ويقول لك عذرا يا اخي عود ورا لانه هذا محجوز، عود على طول بالصف الاخير، خلي صاحب العزيمه هو اللي يكرمك ويحطك بالصف الاول. فهل تعتقد انسان مثل يسوع المسيح لما كان على الارض ممكن يكون عنده من الكبرياء انه يقول لهم تعالوا اعبدوني او انا الرب اعبدوني، ولكن لما كانوا تلاميذه يسالون من انا ويقولوا له انت الرب ابن الله العلي، كان يقول لهم مباركين بس لا تخبروا حدا، فما كان يقول له لا اوعك انا ماني ابن الرب، اوكي؟ فمن هون المسيحيه اخذت مين هو وشو ماهيته. طيب محامي ودارس مقارنه اديان تكرم عينك، بالمره الجايه فوت حاكيني على الخاص وبنعمل لايف انا وياك، ولكن اللايف بتمنى اخر شيء ما يتضمن شتائم لما بحصرك بالزاويه، وتكرم عينك. هلا اليوم ما بقى في وقت لحتى طلعك لايف. هل الاسلام صبحي عم يقول او النبي محمد او الدين اللي بعد المسيحيه مذكور بالمسيحيه؟ لا يؤسفني اقول لك انه لا، هي الحقيقه. بالنسبة لمحمديم اللي معتمدة هلا الشيخ هذا شو اسمه تلميذ ديدات والنبوءة عن النبي محمد انه مين بيرسل المسيح بعده بالنسبة للروح القدس، هذا كمان شرح طويل اخر وشرح جدا على فكرة ممتع وحلو، وهدول النوع من الشيوخ لازم مين يحط لهم حد على الضلال والكذب والتدليس اللي بيلعبوه وبيضحكوا فيه على الناس والشعب بكل بساطة. إذا هالكذبة
تنطبق مع إيمانه ومعتقداته بزقف له ضده حتى لو كانت حقيقة ما بده يسمعها. تبقوا بألف خير ونلتقي أكيد بحلقات جاي إذا ضليتوا حابين أنتوا الطريقة اللي عم بتتبعها. أي موضوع حلقة تركوا لي إياه على الخاص أو على العام، إنه بنتمنى هذا الموضوع تناقشي فيه وتجيبي أدلة عنه لأنه هو محل استفهام ومحل تساؤلات عنا، وبنعمل عليه تصويت بينه وبين موضوع آخر. الموضوع اللي أنتوا بتختاروه هو اللي بيكون. شكرا كتير لكم ويلا تبقوا بخير. باي باي.